مرحبا أصدقائي، الهجرة إلى مسقط رأس كندا، يعني إلى أصغر مقاطعة كندية. هنالك عمل في الزراعة، في الفلاحة، السياحة، الصيد البحري، العديد من القطاعات والميادين. وعرض العمل يمكنك الحصول عليه من خلال المواقع الموجودة كثيرة في القناة. نتكلم عن جزيرة الأمير إدوارد في هذا الفيديو، وكيف تتأهل إلى هذه الجزيرة، وكيف تهاجر وترسل استمارة تقييم أهلية مجانية عبر الموقع الذي سوف نشرحه في هذا الفيديو لليوم. أتمنى لكم حظا موفقا. طبعا كما قلت لكم، عرض العمل موجود وكثير في المواقع، وإذا تركتم تعليقات عن هذه، هنالك اهتمام بالهجرة إلى هذه المقاطعة الصغيرة، سوف نقوم بفيديو ثاني عن كيفية الحصول على عرض عمل ضمن هذا البرنامج. الأهلية وكيف ترسل الاستمارة نشرحها مباشرة في هذا الفيديو، فتابع معي. من الجزيرة نفسها والجزر الأخرى تتكون جزيرة الأمير إدوارد المحيطة بها. طبعا هذه الجزر هي أصغر مقاطعة في كندا، ويشار إليها باسم مسقط رأس كندا بسبب مؤتمر شارلوت تاون الذي أدى إلى تشكيل الدولة. وتشتهر الجزيرة ليس فقط بأراضيها الزراعية الخصبة، ولكن أيضا باقتصادها المزدهر القائم على الزراعة والسياحة وصيد الأسماك. من خلال هذا البرنامج يمكن للمهاجرين المحتملين، وسنتكلم عن برنامج متوسطي المهارة بالنسبة للأطلسي والأربع مقاطعات، ونتكلم عن بعض البرامج الأخرى التي تجدها في صندوق الوصف في الموقع الرسمي الذي سأترك لكم في أسفل هذا الفيديو. التقدم على الحصول على الإقامة الدائمة والاستفادة من أوقات المعالجة الأسرع من الفئات الأخرى للهجرة إلى كندا، طبعا من أسرع أوقات المعالجة في كندا فيزا. الطلبات في فئتين، فئة تأثير الأعمال والتأثير على سوق العمل، وستتعرف عليه في الأسفل. وهناك الدخول السريع إلى جزيرة الأمير إدوارد، وفئة التأثير على سوق العمل تجد أنقر هنا باللون الأزرق لكي تتعرف على بعض مميزات والتفاصيل حول معايير الأهلية للتقدم للبرنامج. كيف وصلنا إلى هذه الصفحة؟ تابع معي. هذه هي الصفحة التي سوف تجد في صندوق الوصف فيها الدراسة والعمل والهجرة وتقييم الأهلية. أول شيء نرسل الاستمارة من هنا أول شيء، ثم نتكلم عن الهجرة والعمل والدراسة. هكذا تكتب اسمك وبلد الإقامة الذي تقيم فيه حاليا، كما ترى هنا تختار الدول العربية، أي دولة عربية، مصر، تونس، الجزائر، الأردن، الإخوان في الأردن، في العراق، يختارون في اليمن، في المغرب، كما ترى نختار العراق على سبيل المثال. ثم جنسيتك والعمر، وهل لديك أطفال، المقاطعة والمنطقة المقصودة. تجد هنا جزيرة الأمير إدوارد، نيوفاوندلاند، لابرادور، برونزويك، مانيتوبا، نوفاسكوتشيا، نونافوت، أونتاريو، جزيرة الأمير إدوارد، تختارها. هل لديك أطفال أو لا؟ هل أنت متزوج أو لا؟ مهارات اللغة، هل تعرف القراءة، الكتابة، الاستماع، التكلم الفرنسي كذلك؟ أنت تختار عبر هذا السهم الموجود. التعليم والتدريب، هل أكملت المدرسة الثانوية؟ التاريخ المهني، ملف التعريف، الدخول السريع إذا كان لديك تضع نعم، وإذا لا يوجد تضع لا. أي سؤال يمكنك تركه في التعليقات. هل لديك أصدقاء في كندا؟ أي القيمة الصافية الشخصية لا تضع فيها شيئا، بالنسبة لي يعني من على 10,000 دولار الأسفل وما إلى ذلك لا تضع شيئا. التي عليها نجمة تملأها مثل هذه التفاصيل الخاصة بك، اسم، النسب، عنوان البريد الإلكتروني باسمك ونسبك، رقم الهاتف، الأسئلة والتعليقات، تشارك في النشرة الإخبارية، ثم تقديم. هذه هي الاستمارة. نضغط على الهجرة، ترسل الاستمارة. بالنسبة للهجرة تجدوا على هذا الشكل، برنامج الترشيح الإقليمي، ألبرتا، كولومبيا، البريطانيا. سأضع الهاتف بشكل عمودي لكي يظهر لنا الجدول كامل، الدخول السريع، العمال، المهارة، كل شيء هنا. الهجرة إلى كيبيك، مقدمو الرعاية، مسارات إلى الإقامة الدائمة، برنامج الهجرة الأطلسي التجريبي، برنامج العمال المهارة، متوسطي المهارة، نضغط عليه. أنت تضغط على جميع البرامج التي تريد التعرف عليها، وأيضا الهجرة إلى كيبيك هنا
يمكنك التعرف على منصة أريما إذا ضغطت عليها، والدخول السريع والعمال المارة والمهنيون، برنامج العمال المارة، فئة الخبرة الكندية إكسبيريونس كندا تكلمنا عنه من قبل. نضغط على برنامج العمال المتوسطي المهرة، وأنت تبحث عن جميع البرامج الموجودة في الموقع حاليا. هنا يعد برنامج العمال المهرة المتوسط في أتلانتيك كندا جزءا من برنامج الهجرة الأتلانتيك التجريبي، وبدأ في 2017 وينتهي في 2023. ومقاطعة هي اسكتلندا الجديدة وبرونزويك وجزيرة الأمير إدوارد أمامك، ونيوفاولاند ولابرادور، وهي كندا الأطلسية في 4 مقاطعات كما ترى. المعايير الرئيسية عرض العمل، خبرة في العمل، دراسات، ويكون عندك إجادة في اللغة للسيل بربعة، إثبات الأموال، وتجد جدول في الأسفل هنا عرض العمل والتصنيف بالنسبة للصفر A وبي والسي. دي غير موجود، دي يعني بدون مستوى بكالوريا، سي مستوى ثانوي لمن لديهم بكالوريا، 1560 ساعة 30 ساعة في الأسبوع، والسي إن بي بالنسبة للممرضة نفسية سي إن بي 30-12 ومقدمي الرعاية 34-13. تجد النوك الخاص بك أو كمقدم رعاية عائلي ترى سي إن بي 34-13. تعليم، إتقان اللغة، صندوق تسوية، تجد هنا الأموال المطلوبة بالنسبة لشخص واحد 3167 دولار كونت بونكير كما ترى أمامك، وكل شيء موافقة المقاطعات وأن تحصل على توصيات المجتمع. تكلمنا عن الهجرة هنا في أحد هذه البرامج كما ترى هنا إتودي، نضغط على الدراسة ثم تضع الهاتف بشكل عمودي لكي يظهر لك الجدول كامل، دراسة في كندا، إذا أردت البحث عن مدرسة في كندا أيضا، تصريح الدراسة، الطلاب الأجانب، نضغط على ابحث عن مدرسة، وأنت تضغط على جميع الروابط لكي تتعرف على كل شيء في الموقع. هنا كندا هي موطن لبعض من أفضل المؤسسات التعليمية في العالم، مع وجود العديد من الخيارات من المهم أن تستهدف البحث عن مدرستك للعثور على الخيار الأفضل. بعض النصائح تجد هنا، الجامعات والكليات، المدارس المهنية، إذا أردت يعني الدراسة في التكوين المهني، كل شيء، مدارس اللغات ابتدائي وثانوي، اقرأ هذا لكي تستفيد من هذه الأمور وتعرف كل شيء عن المنظمات الطلابية. وبمجرد أن تجد مؤسستك المثالية يمكنك التقدم للقبول. لمعرفة المزيد حول عملية القبول انقر هنا أو استخدم هذه الأداة باللون الأزرق أمامك. هذه كله سوف تتعرف على المدارس وكل شيء عبر انقر هنا باللون الأزرق. لا أريد أن أطيل في الفيديو، أنت تبحث عن مجالك وميدانك، هل تريد الدراسة أو الهجرة أو العمل، نضغط على ترافايي في هنا العمل هكذا. ثم نفس الشيء تقوم بوضع الهاتف بشكل عمودي لكي تتعرف على الجدول كامل، تجد البحث عن عمل في كندا، تصريح العمل المؤقت، العمل بدون تصريح، تقييم تأثير سوق العمل، ليمايا، معايير التوظيف، شهادة قبول كيبيك، كل شيء تجده في هذه الخانات أمامك، الدراسة، العمل، الهجرة. وبالنسبة للاستمارة فأرسل مباشرة بتقييم مجاني لكي تتعرف هل أنت مؤهل، وتتعرف على البرامج في الهجرة، تتعرف على جميع البرامج والمقاطعات لكي تهاجر إليها. فمثلا ألبرتا، نضغط على ألبرتا ثم يحولنا مباشرة لبروغرام دي كونديدا دو لالبرتا، يحولنا مباشرة لبرنامج ترشيح مقاطعة ألبرتا، آخر تحديث هو 6 أغسطس 2021، واحدة من أكثر المقاطعات ديناميكية كما تعرف، والأماكن الجميلة في أمريكا الشمالية، منتزهاتها الوطنية الرائعة مثل بامف وجاسبير، وتكلمنا عن بامف، وتكلمنا عن بحيرة لويز في التجربة الكندية، وتم إقفال الموقع لكثرة الطلبات. وأتمنى لكم حظا موفقا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك دائما كل جديد.